السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة غادي نديرو تحليل مباراة من منافسة اليوروبا ليغ اللي كانت بين الفريق الأندلسي إشبيليا وفريق دينامو زغرب الكرواتي، وكل تركيزنا كمغاربة أكيد غادي يكون على فريق الأندلسي إشبيليا بقيادة المدرب الإسباني جوليان لوبيتيغي، واللي فضل يدخل بهذه التشكيلة 4-3-3. حراسة مرمى كالعادة ياسين بونو، كقلبي دفاع دياغو كارلوس وكريم رقيق، وعلى غير العادة كظهير أيمن هو كوندي، كظهير أيسر عندنا ماركوس أسينا، أما في ثلاثي خط الوسط عندنا غوميز فرناندو بجانب إيفارا كيتيتش، أما في ثلاثي خط الهجوم بقيادة المغربي موني الحدادي وأيضا مارسيال إلى جانب لوكاس أوكامبوس. وكما شفتوا للأسف يوسف النصيري خارج التشكيلة الأساسية، وهذا راجع أنه افتقد مؤخرا للفعالية الهجومية خصوصا في المباراة الأخيرة اللي كانت ضد إلشي اللي ضيع فيها فرصتين في الشوط الأول كان راسو راس الكور، مما اضطر المدرب لوبيتيغي يخرجوا بين الشوطين. أما بداية المباراة وكالعادة الأسلوب المحبب للمدرب جوليان لوبيتيغي اللي هو الضغط والبريسينغ العالي اللي فعليا طبقوه بالحرف لاعبي إشبيلية على فريق دينامو زغرب، إضافة إلى الاستحواذ على الكرة، إلا أنهم كانوا كيلقاو صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع المتكتل. ورغم كل هذه السيطرة إلا أن فريق دينامو زغرب كان غادي يفاجئ فريق إشبيلية بأولى أهداف المباراة عبر تسديدة غير متوقعة ومن خارج منطقة الجزاء اللي لقات الحارس ياسين بونو في الوقت والمكان المناسبين، واللي كانت ردة الفعل ديالو البارات رائعة جدا، اللهم بارك وزيد في ذلك. من بعد شفنا انتفاضة فريق إشبيليا اللي استغلوا تقدم الفريق الكرواتي بالهجمة المضادة أو الكونتر أتاك اللي قدروا من خلالها باش يصيدوا ضربة الجزاء اللي سجلها اللاعب الكرواتي إيفارا كيتيتش ليعلن بذلك على أولى أهداف المباراة. من بعد هذا الهدف شفنا دراما هشكوكية في أحداث المباراة، مبدئيا للأسف تسجل على ياسين بونو هدف بعد خطأ فادح للمدافع اللي كانت التغطية ديالو سيئة جدا وخلى للمهاجم المساحة باش يستقبل الكرة، وبذلك الفرد بالحارس ياسين بونو واللي سجل هدف التعادل لفريقه دينامو زغرب. ومرة أخرى كانت ردة فعل قوية لنادي إشبيليا اللي سجل الهدف الثاني عبر اللاعب أوكامبوس رغم أنه كان مصاب، والخطأ اللي داروا فريق دينامو زغرب أنهم بعد هذا الهدف فتحوا اللعب بزاف مما ضرباتهم إشبيليا بالكونتر أتاك وجابوا الهدف الثالث عن طريق اللاعب أنطوني مارسيال. ولكن لقطة اليوم هي اللي كانت تحديدا في الشوط الثاني ديال ياسين بونو، واللي على مرتين وفي أقل من ثانية اللي اعتق فريق إشبيليا من الهدف الثاني واللي كان محقق، والصراحة البارات ديالو كان أكثر من رائع، وبذلك بونو كان نجم من نجوم المباراة. ايضا شفنا دخول المغربي الاخر يوسف النصيري اللي دار بعض التحركات وكتحس به انه باغي يقدم الاضافة، ولكن بكل صراحة باقي خاصو الخدمة باش يرجع داك المستوى اللي كان عليه، لانه ماشي سهل تغيب عن الملاعب لمدة 3 اشهر. اما موني الحدادي المستوى ديالو كان متوسط، عنده احسن بكثير من هادشي اللي قدمه اليوم، ولكن بالنسبة لي افضل لاعب في المباراة هو المغربي ياسين بونو، وكنقوله بكل امانة وبدون تحيز لانه قدم مباراة خرافية اللهم بارك وزيد في ذلك. وكالعادة التقييم ديال الثلاثي المغربي في المباراة غادي تلقاو في اول تعليق، وكالعادة كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامة.